يعني الحقيقة 2023 كانت سنة ليها اللي ليها وعليها ما عليها. كانت سنة مليانة بأخبار وأحداث وترندات كتيرة جدا كانت طالعة على السوشيال ميديا. البنات والسيدات والرجال أيضا كانوا بيقعدوا، بنلاحظ ان احنا على يعني محرك البحث جوجل كانوا بيقعدوا يعملوا سيرش عن حاجات كتير جدا. البنات كانت مثلا بتدور على اخبار زواج وطلاق الفنانة شيرين والفنان حسام حبيب، مسلسل مثلا جعفر العمدة ده كان محل اهتمام غير طبيعي الحياة، كان في رمضان وبعد رمضان كمان. مسلسل سفاح الجيزة برضو كانت الناس عمالة بتدخل تعمل سيرش عنه بشكل غير طبيعي. هنشاور على الأحداث دي وهنتكلم عن الأحداث دي دلوقتي مع ضيفتي اللي منوراني القمر، يعني الحقيقة هي منورة استوديو هو هنا وقناة المحور بشكل عام، دكتورة مايا البيضة أستاذ الإعلام. يا دكتور أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة. أهلا بحضرتك وكل مشاهدينا بمصر والعالم العربي بخير وألف هنا وسعادة يا رب، وتبقى سنة جديدة مليانة يا رب كده بالسعادة والفرح. يا رب. طيب خلينا كده زي ما انا قلت في البداية ان كل الناس يعني الموبايل على طول في ايديهم وعلى طول بيقعدوا يعملوا سيرش عن حاجات بتطلع ترند. انا هسألك انت بأول سؤال، كنت بتعملي سيرش على ايه؟ انا طول السنة اولا بعمل سيرش طبعا بشكل يومي على الاخبار، ايه اللي حاصل في الدنيا، المنطقة العربية، المنطقة بشكل عام، دايما بدور على الأخبار، بالإضافة لأخبار طبعا الفنانين وأخبار الممثلين والترندات اللي هي تخص المكياج والشعر والرموش بيلزقوها ازاي والحواجب الموضة والضوافر عاملة ازاي والحواجب المايكرو بليدنج بالظبط وكل التطورات اللي بتوصلنا عن طريق السوشيال ميديا. فده كان أكيد من اهتماماتي كسيدة مصرية وكسيدة عربية، يعني ده حال كل السيدات حقيقي. ما بالك بقى البنات بقى بيبقى الموضوع عندهم الدوبل، عندهم هوس بقى الشعر ازاي هنطوله. انا ضحكك من ضمن الترندات اللي اخذت يعني طفره كبيره اعلاميه وهو ترند الروزماري، الشعر وازاي نطوله وازاي يطول، ولو انت عندك شعرك والبيبي ده يعني مش عايزه اقول لك اللي هم بيسموهم العطارين قد ايه كسبوا من ورا الترند ده. استفادوا طبعا ورا الترند ده كتير جدا من القصص المشابهه بدي، كتير جدا استغلوها واصبح ترند لا مكتسح كل المنصات صراحه. طيب البنت بتمسك جوجل وتدور اكتر او يعني زي ما بنقول بتقعد تبحث عن الترند اكتر ولا الولاد؟ اولا احنا البنت بطبيعتها بتدور والولاد، بس المعروف انه اهتمامات البنات عشان تفاصيل البنت كبنت اكتر من الولد فهي بتدور اكتر منه. يعني مثلا في ناس بتدور في الطبخ، في ناس بتدور في الموضة في اللبس في احدث صيحات الموضة، في ناس كمان بتدور زي ما قلنا قبل كده حتى على الكريمات بتاعة البشرة وايه اللي نركبه. يعني في دلوقتي كمان ترند طالع قوي الصيدلانية اللي بيقعدوا يقولوا للبنات لو ركبت ده على ده او خدت مش عارفه مين على ايه او المراهم يا ده صح. ايوه ده الدكاتره اللي بتوع التجميل مش عايزين البنات يعرفوا السر صح. ده ومعرفش ايه عشان الشتاء احنا داخلين عليه ومعرفش ايه عشان السنه الجديده وشكلك واطلالتك تبقى جلوي وبتلمع، ففي قصص كتيره. انا نفسي كان كذا حد من صحابي قالوا لي مش عارفه طبعا مش هقول اسماء مراهم عاديه جدا حتى مراهم للحروق ايوه قالوا لي للبشره، قلت لهم معقوله بتاع الحروق ده يبقى حلو للبشره؟ والله جربته لقيته لطيف، قلت فيعني الترند فادني يعني اكيد. ففي ترند مفيد وفي ترند لا مضر، يعني في حتى حاجات بتطلع ترند بس للاسف ان هم مجرد ان هم البلوجر بقى للاسف. ودايما اقول لهم يا جماعه انتوا قدوه، انتوا ناس كتير جدا بتمشي وراكم. اللي يقول لك انا رحت عند الدكتور الفلاني او خدت الدواء الفلاني والدواء ده جاب نتيجه، هم اصلا ما يكونوش جربوا الادويه دي، والادويه دي للاسف ان هي تبقى لازم تحت اشراف طبيب، لازم تبقى واخده موافقه من وزاره الصحه، لان هي بتعمل امراض ممكن لا قدر الله تعمل امراض في القلب، تعمل امراض كتيره جدا تضر البنات او السيدات اللي بياخدوها. طيب خليني اروح للجانب الفني شويه تمام. ويمكن في 2023 ساعه مسلسل الفنانه روجينا ستهم لما كانت حلقه شعرها هي وعامله راجل، المسلسل ده اصلا مستوحى من اربع شخصيات رئيسيه أيوه. وكان في من ضمنهم شخصيه رئيسيه اسمها صيصه
وهي اللي تم تكريمها من قبل سيادة الرئيس. فكان من روحها ومن روح الأربع قصص التانية، واحدة كانت بتشتغل في عمل الطوب، والتالتة كانت بتشتغل في النقاشة، وواحدة كان وصولا أنه واحدة بتتنظف أحذية. طبعا أنا بشوف حاجة زي كده تبقى ترند، ده حاجة مهمة جدا، لأنه إحنا لازم من وقت للتاني نطلع الرموز المكافحة المجاهدة، مش بس نقعد نعمل الترند للقصص البسيطة العابرة. مع احترام الجميع، القصص اللي بتطلع بالريل على كافة البلاتفورم هي قصص يعني كل واحد من حقه يقول ويشارك الناس قصصه، بس في قصص حقيقية مبنية على الكفاح وعلى التعب وعلى الشقة وسهر الليالي والدموع، دي لازم الشباب وبالذات البنات يتعرضوا ليها. صح. ويعرفوها ويعرفوا انه الحاجة يعني الحظ بس اساس الحظ هي مرة الحظ. صح. الاستمرارية ازاي بقى حقيقي. الاستمرارية بالكد وبالتعب وبالتفكير، يعني حتى البلوجرز حضرتك اشرتي اليهم، ما هم ضربت معاهم مرة بس عشان يستمروا عملوا ايه؟ حاولوا مرة واتنين وابتدوا يدوروا على موضوعات وابتدوا يسافروا ويطوروا من نفسهم. فمن ضمن المسلسلات الرائعة طبعا ستهم، والأداء الرائع بتاع الفنانة روجينا وكل الإكيب، العمل بتاعها كان هايل جدا. كمان المسلسل بتاع منى زكي تحت الوصاية، ما ده اللي أنا كنت هسأل حركة عليه برضو، كان الناس كان طالع ترند لأنه كمان بيناقش قضايا، يعني قضية هي موجودة على أرض الواقع وسيدات كتير جدا تعرضوا لها، وللاسف ان هم ساعات هم مش لاقيين حل. واعتقد ان هو بعد المسلسل ده كان فيه في اعاده نظر في القانون نفسه، في القانون. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا خلينا نقول احنا مع كل القوانين والوصايا والجد وكل القصص دي، هي المشكله حقيقيه مش في القانون قد ما هي مشكله اخلاقيه حقيقي. يعني هو لو الجد او العم تعامل مع اطفال أخوه المتوفي بما يرضي الله، هل كان في مشكلة؟ لا بس خالص. هي القصة للأسف بنرجع نقول أخلاقية. أخلاقية. أخلاقياتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتربيتنا. أيوة نفسها. هي اللي اختلفت، هي دي اللي مفروض نرمي الضوء عليها ونشير إليها، إنه طب ليه العم بيعمل كده وليه الجد بيعمل كده. طب سيبك من موضوع الأم، لأنه في كتير كومنتات على حكاية الأم، يقولك ما هتتجوز واحد تاني وتاخد فلوس، ياخد الفلوس ده كلام يعني ما بيحصلش. يعني في طبيعة الست هي لما بالذات هتخلف هتحنوا على أولادها وتركز معاهم وهتستمر، لكن من الصعب نجد أنه رجل بعد ما مراته تتوفى يقولك لا أنا مش هتجوز، دي صعبة شوية. لا بيكمل وبيتجوز وبيخلف بيعيش حياته، دي حقيقة، بدليل أنه دايما أو بطبيعة ربنا خلى الرجل يتجوز واحد واثنين وثلاثة أربعة، لكن الست هي واحد، هي واحد. فبالطبيعي هي بتقدر تتأقلم وتتعايش وتبقى هي الايه المظله، هي كيرنج على اولادها وبتخاف على اولادها ويعني بشوف ان دايما يعني انا طبعا كأم ببقى شايفه ان انا ابني في المرتبه الاولى بالزبط. يعني حتى قبل زوجي يعني يعني ما اعرفش، يعني في طبعا عشان الناس تقول لك ايه لا في سيده في، بس قله قليله يعني، يعني زي ما بنقول لكل قاعده شواذ. انت عايشه في مجتمع حضرتك طبعا. احنا 105 مليون مش هنلاقي اللي ده وده وده، اكيد واكيد هنلاقي كل حاجه بس بنسب. صح. فاحنا دايما بنقول انه لا، نسبه الناس اللي فيها خير ووفاء وانتماء لبيتها ولاسرتها هي اللي كاسحه بقى، انا مش عايزه اقول نسبه قليله، ده كلام فاضي. احنا اسرنا كويسه وسليمه، لكن في نماذج يعني تطفو كده على السطح، هي دي اللي عامله قلق حقيقي. طب ليه هي اللي بتطفو؟ عشان في حاجة اسمها السوشيال ميديا. هي اللي ابتدت تظهر العيوب دي وتخليها بارزة في المجتمع وحضرتك شايفاها، لكن هي العيوب موجودة من زمان. وإلا إحنا ما نبقاش في المجتمع، نبقى في الجنة بقى. صح.